رحب فيكم مشاهدي بيروت اليوم بلبنان والعالم عبر شاشة الام تي في بحلقة جديدة اليوم بعد الحلقة الاقتصادية بالأمس الحديث اليوم سياسي الزيارات للمهتمين الدوليين بالملف اللبناني حدث ولا حرج حركة ولكن هل تنقلب إلى بركة؟ ثلاث زيارات للموفد الفرنسي إلى لبنان ولا زلنا نسعى للاتفاق على حوار الموفد القطري والسفير السعودي بحركة أيضا حول الملف الرئاسي اللبناني ليصل إلى جلسات الأمم المتحدة الأسبوع المقبل فهل اقترب الفرج الرئاسي ومعه الانفراج في الملف الاقتصادي أي المعيشي؟ ضيفي بحلقة اليوم الكاتب السياسي جاني منيار برحب فيك في بي بيروت اليوم الله يخليك الملفات كثيرة المتابعات كثيره امبارح بالشان الاقتصادي نهايه الحلقه كانت انه مكانك راوح هل اليوم هالحركه تستنسخ حركات سابقه وستكون بلا بركه ام انه الانفراج اصبح قريب اذا بالموضوع الاقتصادي مكانك راوح يعني متفائله واذا ما بيكون هلا هل يمكن عامل مكانك راوح بسهوله قدام كنا عم نحكي قبل شوي تحت الهواء انه الامور مش مش واعده بالعكس في مخاطر كتير وفعليا يلي هي مطروحه بعد نهايه تشرين الاول انت خبيره فيهم حول موضوع كيفيه دفع الرواتب اذا ما رح ومصرف لبنان واضح ما رح يقرب على 7 8 مليار يلي باقيين عنده وبالتالي عندك مخاطر جدية وفعلية مشان هيك هناك... في الوقت يضيق ولكن كان ضيفي نقول نحاس يعني أنا عندما أقول مكانك راوح يعني بعدنا مكانك راوح بالاتفاق مع صندوق النقد بعدم بالأصلاحات. إقرار أي خطط بعدم إقرار الإصلاحات ولكن برأيه أنه الدولة اليوم تجبي بما يكفي لأنه سألته هذا السؤال لنرجع بس اللي ما حضرونا قال أنه الدولة اليوم تجبي بما يكفي لتغطية معاشات موظفي الدولة حتى من دون تدخل مصرف لبنان هذا كان حديثه لضيفي نقوله شو متفائل بس انه بده يفترض هو مش متفائل هو قال انه الوقت هايدي يضيق بس انه هيدي هيدي ما بتقيم بمصروف دولي واثنين اذا لعب الدولار يعني بده يطلع طلوع مثل ما كل التقديرات بتقول انه بعد قدامه شهر كل هالاجراءات طيب كيف بيعملوا ساعتها مع مع الموظفين يلي هلا جوعانين ويلي عندك وضعية المهم حتى ما نفوت بالمشاكل نعم. الكبرى تبع الوضع الاقتصادي لانه اكيد انه هيدا احد العوامل يلي بيقول لك انه الهامش تبعك ضيق. كثير طبعا وهو قال انه هامش الهامش امام السلطه السياسيه الحاليه اصبح ضيق جدا ومن ساهم بشكل مباشر بها بذلك هو قرارات الحاكم بالانابه وسيم منصوري صحيح هلا سياسيا اليوم لانه هو. لا ما الاقتصادي مربوط بالموضوع السياسي مشان هيك يقال انه انت اذا تعطي راس السنه من ضمن هاي الظروف يلي هي حتزيد، عندك هاي الموضوع الاقتصادي النقدي المالي، عندك الموضوع النازحين وعندك استحقاق مع بداية السنة يلي هو استحقاق كتير مهم موضوع قيادة الجيش، بالتالي بيصير كمان بظل التجاذب الحاصل، كل مين بده يجيب اه يحط ايده على اه قيادة الجيش او على الإمرة بالجيش لحتى يوظفها بمشاريعه الشخصية، شو مستعمل استعمل عناوين، بتعودي كله سوا يعني عم تحكي أنت رايحة على يعني فوضى شاملة رايحة على تفكك وهذا شيء مش مسموح هذا اللي بيخليك تقولي انه على المستوى الدولي مجبورين انه نلاقوا حل قبل نهاية السنة انا مش عم اقول حتمة عم اقول هيدا عامل ضاغط لتلاقي حل قبل ما تفوتي على المخاطر الكبيرة اللي هي بعد راس السنة هلا نحن بلشنا نلمس خلال الاسابيع الماضية بداية حركة خارجية فاعلة ناشطة بتودي ما بتودي سؤال تاني بس لكن هذه إعادة الحركة الدولية في هذا الاتجاه ليست مقتصرة فقط على خطورة الوضع الداخلي اللي استعرضناه سريعا إنما أيضا وخصوصا على حركة إقليمية دولية بالمنطقة دفشت أو عم تدفش أكثر باتجاه إنضاج الوضع اللبناني ليه؟ نحن المسألة الأساسية اللي عندنا والأهم هي الموضوع الانخراط السعودي في الحل في لبنان لهلا رغم كل ما قيل الخيرات السعودية ما حصل شان هناك قطر لما بتقرب تستكشف على الموضوع اللبناني بتضل باطار الاستكشاف مش باطار البدء جديا بموضوع الذهاب باتجاه ايجاد حل ليه؟ لم يبدا لم لا. يبدا الاهتمام السعودي و... حرك شوي هاد... حضر هاد... بلقاء آه... ولي العهد مع الرئيس يحضر. الفرنسي بضل يحضر بس ليش مش عم بيروحوا انه بالاخر في السفير السعودي الاسبوع مزبوط. الماضي بدارسكو مشان هيك عم نعم في مؤشرات بس هي ما بتعني انه فات بالتسوية ليه؟ السعودي اولويه بعد كل شيء الملف اليمني بتنفذوا بالملف اليمني تمشي الامور كما كما وعدت انا بالملف اللبني انا باليمني انا ساعتها بفوت وبتفوش بالاطار اللبناني السوري اللي هو مربوطين سوا رابطينهم سوا بالاخر هو يدرك انه هذا الضغط اللي عم يعمله بوجه الامريكي وبوجه غيره لانه الطرف الوحيد يلي قادر يساعد ويدفش ويعمل انقاذ لقدام هو السعودي حبينا ولا ما حبينا حتى اخصامه للسعودي بدءا من الايراني وصولا الى حزب الله في لبنان بيقول هيدي الحقيقه انه انا ما بقدر في حدا بده يشيل الوضع ما في باب ليشلك الوضع غير الخليجي عبر السعودي ما في حدا تاني ليه مش الفرنسي ليه مش الامريكي ما لانه عندهم قدره هونيك بيعملوا حل سياسي امني بس ما عندهم قدره اقتصاديه مم. انت بدك دافع اقتصادي ياخذ معك وهون القطري والسعودي هني متفاهمين مع بعض والسعودي عامل رعاية للقطري انه دوره دور السعودي في لبنان عبر القطري بس اكيد رح يفوت بشكل مباشر بس القطري هو اللي بيهتم بالملف في اللبناني هلا هل بتعرفي شو اللي جد شي جديد لحتى عم تقول انه في اشارات طلعها عبر الاجتماع عم تقولي واضح اولا انه الفرنسي لما اجى عبر لودريان بجولته الثالثه الاخيره كانت واضحه انا ما بدي ردد للي شافوه شافوه قالوا شو قال وانا ما بدي اخذ واعطي فيهم بس لكن واضح انه مع هذه الزياره بديت انتهت حقبة عند الفرنسيين رسميا انتهى حقبة وبلشوا بحقبة جديدة أو بمرحلة جديدة أو ما بعرف شو بتسميها وهذه المرحلة يلي يبدو مستمرة تحت العناوين يلي قال دريان لأنه كان مفترض تكون هيدي آخر زيارة له قال أنا لا جاي بعد آخر الشهر. أسبوعين ثلاثة على لبنان لحتى كفي بتكون ساعتها توضحت الصورة أكثر على المستوى الخارجي فأذن لما راح قاعد مع السعودي ليقول اولا انه انا والسعودي موقفنا متطابق مع بعض نحن واثنين نحن باقيين وملتزمين وذاهبين باتجاه مرحله جديده دور فرنسي جديد اللي عم بيصير على المستوى السعودي باليمن بيأشر لك انه في نقطه تقدم في الحوثيين اجوا على السعودية مسألة مش قليلة لما اجى عبد اللهيان لبيروت قال للمسؤولين اللي شافوا انه حزب الله وكان جاي فات بنفحه تفاؤليه قال انه سيلتقي السعوديون مع الحوثيين بشكل مباشر مع بعضهم قريبا قال هيدا الشيء ونحن كتبناه نقلا عن اللي قالوا فاذا هيدي مبادره ايجابيه لكن هيدي بتشكل نقطه لقدام بس كافيه للسعودي السعودي بده اكتر السعودي بده التزام انه هو بيعتبر انه انا الاحتكاك ال او انه ال ال الاختبار الفعلي للموقف الايراني للمصالحه معه وهي باليمن بالملف اليمني. هاي مبادره جيده اجوا الحوثيين حكيوا عملوا رئيس الوفد الحوثي آه عطي تصاريح ايجابيه متفائله لكن مش كافيه بعدها مشان هيك بتلاقي بالمقابل هون في بوادر تحركت شوي يمين او شمال. هلا بعتقد الامريكي بالتفاهم الشفهي اللي عامله مع الايراني ساعد كمان بهذا الاتجاه، هذا اللي بيخليك تقولي وايضا وايضا كمان الانخراط بطريق من الهند للسعوديه الشرق الاوسط اوروبا كمان هيدي مساله كثير كبيره ومهمه طيب ما كانوا بيفوتوا غير ما يكون في شيء متقدم على هذا المجال ولكن هذا المسار يعني الا يسابق طريق الحريري هذا اللي كان أطلق, هيدا أطلق, هيدا أطلق الصين يعني, يعني هيدا بس انه هذا بياكد لك م. على السعودي وينه بغض النظر عن كل الكلام يلي طلع بالسابق بس, بس هيداك اكيد كمان هونيك السعودي عنده اثاره عنده حركته عنده المارش تبعه الهامش تبعه بس واضح كتير منيح بالاستفاف خصوصا انه الشرق الاوسط تحديدا الساحل الشرقي المتوسط وكانه في تفاهم امريكي صيني روسي علي والا كيف بدي افسر انا شو اللي بفسر لي عدم الاعتراض او تمرير الصين وروسيا للقرار تمديد لقوات الطوارئ الدوليه واللي ما كان بده اياه حزب الله وبطبيعه الحال الايراني بس عم برر لك وهو كان المفترض وفق المنطق السائد انه الصيني والروسي يعكسوا الموقف الامريكي ويروحوا يحطوا فيتو عليه هذا شيء ما صار قعدوا على جنب بما معنيه مرقوا هيدا اللي بيقول فاذا انه الواقع على الساحه اللبنانيه خاضع لتفاهمات عريضة وبالتالي يجب الذهاب باتجاه انقاذ وهلأ خارجية أنت يعني ربطت مصير الملف الرئاسي ب التفاهمات الخارجية حصرا نحن بإعادة صياغة الخارطة السياسية بالمنطقة لشرق البحر المتوسط واقع نحن عم نشوف الطرق اللي عم نحكي عنها عبر الشرق الأوسط لا الروسي بده مشاكل بلبنان لأنه هذا يؤذي مصالحه في سوريا مكفيتو المشاكل وبالتالي ما بدي أنا خربطة أمنية بلبنان مشوفية هي منشان هيك قطع بالقرار ولا الصيني يبدو ناوي يروح بعيد بهاي المنطقة بالذات مع الأمريكي ومنشين هيك لازم نعمل حساباتنا على هالأساس نعم الاستحقاق الرئاسي أريد له بداية أنه يكون محطة شان تغيير النظام السياسي في لبنان يعني كفة بالفوضى كفة بانهيار المؤسسات انت عم تلعب وانا بالاخر بتوصل هيدي لمؤتمر تاسيسي هذا الشيء مبين يعني ما أنت عنده انت تتوقع انه لن يكون هنالك من و... آه عودة هيدا. الا عبر مؤتمر تاسيسي جديد لا لا يعني انا بقول هل... ما في مؤتمر تاسيسي جديد والا يلي كان ناوي في حدا كان ناوي طبعا انا بفترض انه الفريق الشيعي كان عم بيقول انا بدي اروح على مش عم بيقوله بس عم يوحي انه هيدا بيخدني بالاخر الفوضى على مؤتمر تاسيسي صح. جديد لاروح على المثالثه لا الروسي بده هالفوضى ولا الصيني لما عطى مثل كانه مبين انه انا ما بغطي هذا الموضوع يعني انه انا الموضوع الاستقرار بلبنان أريد وبالتالي من اراد انه لتغيير هذه الازمه تكون ممر لتغيير النظام السياسي كان فيك تفكير مش بمحله اثنين من اراد انه تاخذوا لهيدا من شان تغير وقائع داخليه في لبنان كمان ما كان ما كان ماشي الحال في هذا الاتجاه فاذا خلينا نقول ومشين هيك اعتبر الطرح الفرنسي الاول يلي كان بالتفاهم مع حزب الله هو ذهاب باتجاه ما عنده تغطيه دوليه في تفاهم بهذا الموضوع والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط هو أحد مداخل الشرق الأوسط هي منطقة كتير مهمة لإلي أنا أعطيها اهتمامي وبالتالي يجب أن نذهب باتجاه آخر لكن ليس على قاعدة تصادم مع حزب الله لكن على قاعدة تفاهم معه أمن هيدا الموضوع بتفاهمات أعلى مع إيران وأجا بالآخر على المنطقة هون يلي ناقصه دخول السعودي شربكنا كثير الامور مم. بس حتى ناخذها نفردها شوي نقرشها شوي طب انت تقول انه زياره لودريان آه هاي زيارة الثالثه انهت حقبه ماضيه وتفتح صفحه جديده وحقبه جديده صحيح. هل ذلك يعني انه آه تلاشت حظوظ سليمان فرنجية بالوصول الى الرئاسه مع الحقبه الجديده؟ نقلوا عنه لودريان لودريان هذا الكلام البعض قال ايه لا بس انه نقل في اكثر من نائب اكثر من حدا سمع وما يعني سحب الفرنسيين ايه بس هذا ما بيعني انه سليمان فرنجية صار برات السباق الرئاسي لانه, لأنه طالما غطاء الحزب صحيح مش م. دعم كل شيء وبعده الفريق الشيعي حزب الله والرئيس بري بعدهم عندهم هن الدعم تبعه هو موجود بالسبق هلا هل بنقاط اعلى نقاط اقل بس هو موجود بالسبق مش هيك يعني بعدها هلا الصوره هي, هي اما ومش هيك قلت ج... لك تلاشت حظوظه يعني ولم تنتهي حظوظه تراجع لكن تراجع ال ال مشان هيك في عندك هلا اما الاسلاميه فرانجي او قائد الجيش جوزيف عون بغض النظر عن النسب لكل واحد ماذا عن الاسماء الاخرى يعني اليوم ما برايي ما برايي ما تفوتي بس اخرى شو بدك تضيع الوقت ما في يا اما كانوا عم أم بيقولوا عم, عم بيقولوا انه كمان من الاسماء يلي تم الحديث عنها بخلال زياره لودريان هي نائب نعمه فريم يعني ما ما طلعت على الاعلام مش انه عم مش انه عم بقول اسامي سريه صديقنا وصاحبنا بس ما بعتقد ولا حتى قالوا كمان بالاجتماع الخميس طرح أربع خمس أسامي مش صحيح في تريح. بعض في في اسم واحد. بعض المستقلين تماما بابا مثل بابا حبيب ما حبيب بالأسم ما تعذبي جديا بهذا الموضوع حتى ما نفوت كل من اصحابنا اكيد بس حتى مش... هي منه استهداف هي ال... اليوم نفتح اطار ما هو على الساحه من هي الاسماء على الساحه اللبنانيه المخوله او اللي عم بيتم الحديث عنها آه سيد جيسي. نعم بهاي اللحظه بهاي اللحظه وحتى اشعار اخر اثنين الجديين المطروحين بشكل جدي وفعلي وحقيقي هن سليمان فرنجي رغم يلي صار بس ذاك لانه الثنائي الشيعي بعده رسميا بعده ماشي فيه وفعليا وايضا قائد الجيش ما بعتقد هلا بعدين بس تغير يصير في شيء مساله تانية مم. بس لغايه الان ما في جدي حتى لما كان مطروح جهاد ازعور انا كنت اقول في اثنين بس قائد الجيش و فرنجي ما في ثالث حتى لما نزلوا على الجلسه لانه ما كان ترشيح او ما كان طرح اسمه بشكل من شان ايصال جدي فاذا هي واحد م. من اثنين هلا تنطر شو هيدي واضح انه كان اخر مره الدعم او الدفش رايح باتجاه الخارجي انه هالمواصفات ما في عندكن طريق غير لتروح عبر قائد الجيش لانه 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 والوضع والاختبار والصفات و و و كل يلي عندن سيمان فرنجيه كاتيجوري اخر يعني بالترشيح لانه هو يمثل يجسد القبول بنفوذ واسع لحزب الله داخل السلطه وبالتالي القبول بان يكون لون الاقليمي تبع السلطه ايراني بس كنا عم نقول نحن بالاول مش هيك حكينا فيهم المقدمه الساحل الشرقي للبحر المتوسط الامريكيين بيقولوا لا بده يكون عنده ظرف اخر وبالتالي من هون الموقف الصيني الروسي بموضوع التمديد لقوات الطوارئ يلي مرقوا القرار وفق الصيغه الامريكيه اللي كانت ومعارضها حزب الله بتقول لك فاذا كمان انه في تفاهم او توافق او قبول بالموضوع اللبناني انه يكون في هذا الاتجاه هلا في عندك محطات كثير ورا بعضهم هون يمكن بيسوى ان اقول لك عم يخبرني احد اللبنانيين يلي التقوا لدريان بس كان بحزيران الماضي كنا عم نحكي بالاول على السلطه م. بيقول له انه اظهرت لدريان من بعد ما شاف ودرس صلاحيات رئيس الجمهوريه انه اثبتت الاحداث او تثبت الاحداث الحاليه انه الرئيس الماروني حاجه ملحه للتركيبه الطائفيه فيه في كلام البرلم. عن انه يكون الرئيس غير ماروني لما بتروحي انت كان النيه بالاول انك تعملي مؤتمر تاسيسي شو كان بيضمن لك تبعي؟ ساعتها بتروحي كنت على نواب رئيس او صيغه هجينه نعم. كانت بتنسى وبيقول هو لودريان انه هذه الصلاحيات تبع الرئيس يلي اخذت منه باتفاق الطائف يلي قيل انه اخذت منه باتفاق اصلا ما كان يستعملها ما يعني برجع بالليك انه موضوع استغلال او استعمال الازمة يلي نحن مرئين فيها من اجل تعديل النظام السياسي في لبنان هيدي منسية بدك تفكري انت انك تركبي السلطه على اساسين اولا مثل ما هي على اساس اتفاق الطائف واستكمالها بدك تفوتي اجباري لقدام باللامركزيه والنقطه الثانيه انه هذه السلطه لا تكون اسيره او واقعه تحت نفوذ اي طرف من الطرفين الاقليميين يعني اما ايران او السعوديه بدها تكون خارج نطاق الصراعات الاقليميه وهيدي كثير مهمه من هون بتقول ايه بموضوع ترشيح سليمان فرنجيه بتقولي انه تكون خارج اطار الصراعات الاقليميه وانت وضعت الاستحقاق الرئاسي تحت مظله آه المجتمع الدولي، اذا المجتمع الدولي هو من سيحل المشكله، اذا كيف سيكون يعني هالرئيس الناتج عن تفاهمات اقليميه خارج الاصطفاف لانه بيكون طال يعني خارج الاصطفاف الصراع بينهم، هي رح تكون موجوده ايران بلبنان من خلال علاقتها مع حزب الله ودور حزب الله اساسي لقدام بس مش بالسلطه والسعودية حتكون موجودة في لبنان بس لكن من خلال عبر مين؟ قطر والمساعدة عبر مين بلبنان؟ والمساعدة تبع هي عند الفريق السنة عند الحلفاء يلي موجودين بلبنان بس لكن ما تكون بإطار هذه السلطة يجب أن تكون خارج نطاق الاصطفافات وإلا ما في مجال للقيامة ما في مجال للقيامة هل سيكون لدينا رئيس خارج الاصطفافات يعني أنت عندما تقول ذلك تقول أنه وصول سليمان فرنجي المصطف بشكل واضح بالمحور الإيراني أه هو حليف حزب الله حزب هو بيقول. الله وصول هو وأنا برأيي هذا العائق كان قدامه لا يوصل يعني انا يعني عم بقول أنه هذه المواصفات يعني أنت تسقطه بشكل غير مباشر بي أنا عم بصوته. مش أنا عم بسقطه بالقراءة طبعا أنا القراءة اللي بتقوله يلي كنت أقولها دائما بالأول ويلي هلأ صارت مبينة أكثر أنه هذا النموذج هذا النموذج صلح انه يكون بال 2016 وصل عماد ميشيل عون لرئاسه الجمهوريه لانه كانت الظروف الاقليميه مختلفه اليوم الظروف الاقليميه اخرى وبالتالي هذا النموذج يعني سليمان فرنجيه ضحيه بمزدوجين دفع ثمن التزامه بهذا المحل وبالتالي وبالتالي ما راح يكون هونيك هلا هل هذه السلطه اللي تجي لانه اصلا برجع بقول انت بحاجه لرافعه اقتصاديه الرافعة الاقتصادية والمالية ما فيها اتجاه غير من الخليج السعود. ما في محل تاني ما في محل تاني مش أنا عم بقول هيك حزب الله بيقول هيك الرئيس بري بيقول هيك وبالتالي أنت بحاجة لهذا الموضوع وبالتالي هذا له شروطه لقدام هلا هون تحرك السعودي لقدام باتجاه لبنان لننهي هذا الموضوع أنا برأيي في مسألتين أول مسألة السعودي تحرك بعد لحد هلا ما تحرك بشكل كافي عطى إشارات وقلنا هيدي اللي هونيك يعني. النقطة الثانية هو المفاوضات أو التفاهمات الأمريكية مع حزب الله ومن هون اهميه الزياره اللي اجاها اخر مره هوكستين إيه. للبنان لانه اجا هوكستين عطى رسائل مرمزه قد ما بدك ابرزها الخلوه مع الرئيس بري و وبين من بعدها قصه الخيم وما الخيم والاتفاق وزعلوا ما لازم يطلع لبرا بيخليك تروحي علامه استفان فاذا في شيء محرك هون والنقطه الثانيه صوره المعبره جدا بالعشاء يلي صارت بدارة قائد الجيش اللي صارت من عشية وبالتالي هاتين الصورتين بيقولوا لك في شيء عم يتحرك نعم ربما هلا بالاجندة الدولية عندك اولا يلا بدك مسار لتدفش فيها لقدام عندك الامم المتحدة وما يحكى عن اجتماع للجنة الخميسيين الممثلين عنا رح يكونوا هونيك اللي لوردريان رح يكون, يكون عنا هيك اول سؤال شو رح يطلع من بدك تنطري هون البيان لانه البيان اللي بيطلع منا قديش مدى بلش السعودي يحرك اكثر انه انا شو يعني هون عم بقول ينخرط بس حتى يفهمني العدم مش انه عدم هو موجود وحاضر بس على مستوى مراقبه انا بدي اياه وفاعل صح يعني ولا ترجمه يعني نعم اثنين اجتماع البابا مع الرئيس الفرنسي اجتماع البابا انتبه اللي عم بيكون عم بيلح <applause> على التعبير بشكل لجوج الى درجه ربما الازعاج بالملف اللبناني هو الفاتيكان يعني القلق قلق كبير عنده وهون برجع برجع بكرر اكثر مره بس ما بيسمعوا انه عنده احتقار بين مزدوجين مع انه الفاتيكان ما بيحتقر بس عنده لحتى اعبر لك عن مدى الانطباع السلبي للطبقة السياسيه في لبنان تحديدا المسيحيه يلي عم يركضوا ما في معهم رغم انه بيخبروا بيقولوا اشعار كثير حلوه يعني هي المواقف السياسيه تبعهم بسموها هني اشعار اشعار كثير حلوه بس تطبيق ما بيفكروا غير بمصالحهم الخاصه وبارعين بموضوع التلاعب بمشاعر بمشاعر يعني اللي مسنون رغم انه ما بقي حدا منهم هونيك يعني في خطر وجودي كبير عندهم فبالتالي الفاتيكان يلي عم يلج دائما على حل للموضوع اللبناني وهون برجع بنقول لك الكلام يلي قاله لاحد زواره اللبنانيين بيترو بارولين رئيس امين سر دوله الفاتيكان يعني رئيس الحكومه هونيك بيقول هالمره قد ما تعملوا مش رح نتجر منكم يعني غصبا عنكم بدنا, بدنا نساعدكم لنعمل لا الحل لانه كانوا يتجروا بمعنى يزهقوا من تلاعب اللبنانيين يلي كان عم بيصير مزبوط فاذا هلا رح نعمله فاذا هيدي محطه ثانيه مهمه المحطة الثالثة هي ب 25 الشهر الاجتماع الفاتيكاني الفرنسي الامريكي اللي رح يصير بالفاتيكان عند بيترو بارولين الكاردينال بيترو بارولين حول الموضوع اللبناني والملف مش الملف اللبناني موجود الى جانب ملف اوكرانيا واوروبا يلي هو هون ممكن يكون تنفيذي يعني تروحي على مسائل اساسيه من بعدها بيرجع بيجي لودريان اذا بدك هيدا المسار ببين لي قديش صار في مجال تدفش اكثر باتجاه التسويه في لبنان لكن في انطباع بالداخل أنا هذا سمعته بالخارج وبيلتقوا مع بعضهم غريب برأيي حتى الفريق الشيعي منه بعيد عنه أنه لازم يصير في تسويه أو لازم يصير في خطوات جدية حلول قبل كانون الأول، قبل آخر السنة خليني نعم. أقول قبل كانون الأول هو بتنحط وإذا ما صارت عندك كتاستروف كبيرة بلبنان رايحة أنت مثل ما كنا عم نقول في عندك فوضى كبيرة بس هل الفوضى مسموحة؟ لا بس بدها حد الفوضى بدك شوية عقلنة عند يطلعوا شوي تحديدا المسيحيين الزعامات تبعهم من يعني أهواء الشخصيه انت للشخصية. تشير من انت تشير يعني انه اليوم مع مع نهايه السنه اذا آه ما عاد عندنا قائد للجيش إذا, اذا نحن نبشر بالفوضى الامنيه 9 10 كانون تاني انا ما بيخلوه توصل للقد بس اذا انت بدك تاخذي الجيش مثل ما مبين لهلا لا موضوع انه يتناتشوا مين مشان وظفوا كمان ليكي رياض سلامة رياض سلامة رياض سلامة بس خليني رياض سلامة هيدا بتشبهه شوي كان المفروض يطير من سنتين مش مزبوط كان الكلام فل انه الحماية الامريكية لانه ممسكة فيه مش مزبوط لك بعد ما فل طقوه عن عقوبات ووضعه منه منيح وشفت المحاكم يلي موجودة علي برا شو اللي خليه؟ خليه انه انت لما عم تعرض البدلة عنه عم تعرض اشخاص غير جديرين وبالوقت نفسه هدفك منهم انك تمسك انت وتعمل توظف كمان مصرف لبنان عند لغايتك الشخصيه عشان هيك بقي سلامه. نفس الشيء نفس المبدا بعده معمول فيه على مستوى قياده الجيش انه انا اذا بدي اوصل لهونيك خي ما في ولا بدي اخذ هون وهون وبده يكون كل مين عم بفكر رغم كل يلي صار رغم المقاسي رغم هذا كل مين بعده عم بفكر مصلحتي الخاصه انا كيف بمسك هون وهيدا بيكون لإلي وهيدا بوظفه عندي انا وهيدا هون نحن شاطرين باستنباط رغم, رغم الاشعار رغم الاشعار اللي بيعملوها نحن شاطرين باستنباط الحلول ب اشخاص بيجوا بالانابه بتعديلات بي بتصير بس بمجلس هذا ما فيك تعملين مثلا اذا بدنا نحكي حادثه مؤخرا نفترض انه ما كان فيها كنت رحتي انت على هاي التصورات اللي عم يعطوها يعني قيادة هجينة بالجيش هجينة لأنه مش معروف كيف كيف كان فيك تعطي معه مؤسسة كان الدم للركب بعده لحد هلا بس مؤسسة الجيش كلها قائمة على شخص واحد ايه الأمرة عندك بالآخر المؤسسات العسكرية الأمرة يعني الأمرة من فوق وهذا الشيء أثبت يعني بالآخر عندك نهج طبعا أنه هونيك ما في عندك آه هلا عندهم جوا كيف بياخذوا القرار كيف بس انه في عندك نفس ثم اعترض ما نعرف هذا الشيء. يعني الحد الفاصل الامني سيكون نهايه خليني آه اقول كلها على بعضها في ضغط من اجل انه يجري انجاز هذا الشيء قبل، بس بتقولي انت في انا أقول آه انه حاسمه هي هيدي قبل ما لا بقول لك اكيد لا لانه عشنا قبل يقولوا لنا في شيء حاسم قبل هيدا وما تزبط ويلاقوا حلول ويلاقوا لكن هلا الهامش كثير صار ضيق آه. كثير مثل ما كنا عم نقول وفي حركة إن وانت فصلت ايضا الحركة الخارجية يعني طيب. اليوم النشطة يلي يعني ما كانت موجودة بالمراحل طيب. الماضية يلي تبشر بإمكانية الوصول إلى حلول واعتبرت انه الحظوظ الأقوى اليوم هي حظوظ قائد الجيش بالرغم من انه بده تعديل دستوري يعني هو طيب. كمان, في عوائق. في عوائق طيب. كمان في عوائق في عوائق أمام ولو الامور محسومه من اليوم خلصت بس انه في عوائق بس هيدي انا برايي سياسيه اكثر ما هي شيء ثاني بس انه بدك تشوفيها دون بالحي امكانيه بالحوار مم. الامريكي بالحوار الأمريكي عم تتخل. ما برايي في برا يعني لانه في بو في بورصات عندنا بالاسماء ما, ما بدك بالاعلام فيك تحطي بس تشوفي تسخفي يعني بيستسخف الواحد كيف بيصير يقول لك مرق لي اسمي ومرق اسمي هي ما بتعمل هيدي مم. بالعكس هيدي بتخفف من قيمه الشخص خصوصا انه في رقابه دوليه بلبنان عم يتطلع وهيدي ما بتفيدوا، بس لكن لغايه الان النقاش الجدي او الطرح الجدي حول رئاسه الجمهوريه ما يزال يتمحور حول شخصين لا زال بس كمان يعني همشت كثير دور التيار الوطني الحر وجبران باسيل بهذا الاطار الرافض لوصول الرئيس جوزيف عون قائد الجيش انه يكون رئيس تعجلي. <تصفيق> 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 الاول شيء اللي هي التعديل الاساس بهذا الموضوع بهذا الملف هو موقف حزب الله ثنائي يعني. الشيعي بس موقف حزب الله بشكل اساسي مش هناك تعمل ليك يمكن ال... النقطة الاهم هي تفاهم الامريكي مع حزب الله لانه لحزب الله هون طبعاً بعده الكبير وحجمه الكبير بالداخل وعنده حزب الله عم بيحاوروا لجبران ومش راضي انه يزعلوا المرحلة الماضية كلها بتبرهن لك انه اليوم حزب الله حريص على اذا بدك شعرة معاوية مع تيار الوطن الحلو ولا يريد ان يحرق كل كل الجسور، هل سيحرقها اليوم اذا تعنت جبران امام وصول هي حتى بالموضوع يعني رح يصير هون رح يصير تيار معزول بهذا السيناريو اللي عم تحكي انا ما برايي هيك بالآخر يرجع بفوت بس يشوف مم. الترين مشي لانه يعني هلا بعدني عم اقول لك الترين بعد ما بلش مم. بس اول ما بده يتحرك ليمشي بنط اول واحد وبصير جوه الترين بنذكر بعضنا <applause> بس ما بعرف ب... ما بعرف باي باي <applause> باي حجم يوم مثلا لانه بالاخر اذا سبقك يعني انت مشيتي مثل ما مبين هلا عملت التفاهم امريكيين كامل مع حزب الله قلت لك من إن شوي انه بعد اوكستين بينت قصه الحدود تحت الموضوع قلت لك الاتفاق هذا بيوحي بدايه شيء ما هو التسويه اللي بتصير ما بتصير بس انه تعي فيها انا على اسم لا مش صحيح بيكون في عندك باكيج ديل كامل صح اه طلوع انزول وبالتالي اذا كان راح هيدا التفاهم ما بعرف هون ساعتها قديش اه انت بحاجه هون للثلثين مش بحاجه لاكثر اصلا كل رئيس يجي بحاجه للثلثين لانه هيدا الثلثين بدك بعدين تضمني فيهم لتمشي العجله وتمشي الدوله بس اذا مثل ما مبين انت بدك سلطه خارجي عن اي اصطفاف اقليمي وبدك سلطه اثبت فيها انه الفساد حاربت الفساد وبدها شغل وكمان هذه السلطه ترجع تعيد بناء مؤسسات دوله بشكل صارم ببعض الاحيان وايضا مش بمسيره لحدا بالتالي تبلش تقولي انه هذه مسائل يعني مش متوفره بكثار فصل قصير مشاهدينا وبعده سندخل إلى الملفات الداخلية بعد ما استعرضنا ببداية الحلقة بانوراما خارجية عن التموضع، تموضع الدول حيال الملف الرئاسي خليكم معنا نعود في هذا اللقاء المباشر وضيفي الكاتب السياسي جوني منيار اليوم يعني يبرز داخليا الخلاف بين وزير الداخلية واللواء عماد عثمان وصباحا أيضا كان في تدخل من النائب تيمور جنبلاط يلي قال بتويت انه من الضروري معالجه موضوعي معالجه موضوعيه للتباين بين وزير الداخليه ومدير عام الامن العام بعيدا عن الاعلام وحرصا على دور قوى الامن والوزاره معا ماذا يجري مدير عام قوى الامن الداخلي أوزر. دور قوى الامن والوزاره مدير عام الامن الداخلي الداخلية. انت انت ان <تصحيح> الامن الداخلي انت <تصحيح> الامن العام الامن الداخلي هذا الخلاف مش جديد وهذا الخلاف له علاقه بالموضوع يعني الصراع على المستوى السن السني يلي هو صاير واضح انه العماد عثمان هو يحظى بغطاء او دعم الرئيس سعد الحريري وطبعا صار في مشاكل جوا بيسمع لهيدي له ما بيسمع له لهيدي ضمن المشاكل يلي هذا وكان محال قبل العماد عثمان انا ما بدي فوت فيهم بس اكيد العنوان العريض والجدي والفعلي والصراع مع الرئيس سعد الحريري بهيدا النطاق هو الموضوع مش بس محصور الصراع مع سعد الحريري بهي النقطه لكن على مستوى الساحه السنيه ككل احنا شفنا اخر مره موضوع دار الافتاء دار الافتاء والمفتين والانتخابات يلي صارت لل بهيدا المجال وايضا على المستوى الصحة السنية ككل الساحة السنية عم تعاني وضع عانته غيره قبلها هي الساحة المسيحية بعد ال 94 لما فضيت فيها التمثيل السياسي او كان كانت مرحلة من اجل نقل الساحة من مرحلة سياسية زعمتية إلى حقبة أخرى بس كان يومتها بالساحه المسيحيه كان في شيء ثاني يعني كان عندهم كركي اخذت الموقف وبس واخذت مجالة واخذت دوره واكثر في هذه المرحله اللي هلا بالسياحة السنية واضح بالانتخابات النيابية الأخيرة كان في صراع في حدا قادر يعبي محل سعد الحريري بتحبيه أو بتكرهيه بس لكن الرئيس سعد الحريري هلا يمثل عطف كبير بالشارع السني نتيجة الفراغ الموجود يلي ما قدر حدا عبيه. ويلي اذا بعتقد لما بحتك ولما بشوف شفت مره استطلاع طلع بس بغض النظر عن هذا الاستطلاع انا لما بحتك بشوف شخصيات او ناس عاديين او رؤسا بلديات على المستوى السني بلاحظ صغري انه في عندهم عطف كبير على الرئيس سعد الحريري لدرجه اذا كان في انتخابات نيابيه هلا هذه الانتخابات النيابيه او هلا انتخابات بيعمل تسونامي اللي عملوه ميشيل في بالرغم خلاص من غيابه الكبير لانه هذا الغياب عطيه هيدا هلا إيه؟ لانه ما تعبى محله هذا اللي بخلي وهون في عنده بفتكر كمان دور يعني احمد الحريري بغياب سعد الحريري احد الادوار تبعه ما يخلي حدا يبين طلعي لما بجرب الواحد انه يبين من بعد جرب يعمل حيثيه عاليه شوي عنده طموح اكبر شوي بي بيضربوه يعني بينضرب بالتالي هلا هون السؤال الاول طيب اولا في امكانيه يعني لع... يعني في آه امكانيه ساعد لعوده سعد الحريري هلا يعني سعد الحريري ما ما او وقف بشكل كامل بلى وين بلا عمله ما عم تقول ان احمد الحريري ما احمد يلي عم ايه بس انه واضح يعني, 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 يعني ما تنسيق مش, يعني مش من نحن من نحن بنقول هيك هلا هو بينفي اذا بتقليله له هيك اذا بتساليه بس نحن اكيد كمحللين بي... سياسيين آه بالمنطق نحن بنقول هيك نعم يعني بعد في امان بعد في أمل, امل للرئيس سعد الحريري خليني اقول انه الاول شغله في امل بعوده الرئيس سعد الحريري قريبا ما مبين اذا بقيت المعطيات كما هي خصومته او المشكله الموجود بينه وبين السعوديه بقياده الامير محمد بن سلمان ما مبين انه بالهين فيك تستبدليه في مشكله مشكله كبيره اثنين طيب البديل قادرة تخلقي بديل عنه للرئيس سعد الحريري بال... هلا ما مبين ثلاثه رئيس الحكومه اللي جاي ممكن يقدر لانه عاده تنطلق من هذا الموقع مثل ما مبين هو المطروح رئيس الحكومه اللي جاي هو تمام سلام وتمام سلام مش طامح ابدا ولا بده ولا اشتغل لانه يكون عنده زعيمه شعبيه على العكس يحظى ايضا بعدم اعتراض او بموافقه الرئيس سعد الحريري الضمنيه لانه سعد الحريري ما عم بالشكل بالعلن المباشر طيب كيف بتروحي على هذا الموضوع لقدام الحقيقه في مشكله مشين هيك هون بدك تقولي لقدام حتى كمان بعد عوده السعوديه للانخراط هل تفكر انا برايي او هيك تنامى الي انه إيه في تفكير بانه لازم نخلق شخصيه او تكون في شخصيه سنيه موجوده عندها امكانيات ماليه عندها بتقدر مم. تقدر تعمل ترجع تبني وتعبي هذا الفراغ على مستوى عندك النائب السنية. مخزومه بالمواصفات لحد هل لحد هلا لحد هلا ما بين حدا قادر انه يعني عنده ونشط على الساحه السياسيه بدك تشوف الشعبيه مم. على المستوى الشعبي برجع بقول لك نمبر 1 من دون منازع ومن دون كذا بيقدر بيعمل تسونامي هلا هو الرئيس سعد الحريري. إيه. هلا هذا الصراع يلي بنرجع سؤالنا الاول، هذا الصراع يلي موجود على المستوى هناك هو جزء من هذه الصراعات الكثيره الموجوده على الساحه السنيه. هل هل تتوقع ان يتم أن حل هذا الموضوع ام انا اكيد انا ما بعتقد انه لا الجو بيسمح ولا ولا في امكانيات لانك تروحي باتجاه احالته على القضاء او ما إلو. بغض النظر اذا كان محق هذا القرار او غير محق وبيقول هو ملاحق بتهم إنه فساد صحيح مم. بس انا برايي سي بو بور يعني صعب علي يصدق هذا الشيء طيب اليوم يعني اختصرت رئاسه الحكومه المقبله بتمام سلام الاكثر الاكثر هذا وبالعكس حتى ماذا عن ماذا عن بسام المولوي؟ انا يعني بفتكر الاكثر طرحا بهذا الموضوع وجديه هو الطرح للرئيس تمام سلام وعلى ما يبدو للرئيس تمام سلام شروط انه انا ما بجي كيف ما اولا بدي اشوف مين الرئيس بيكون مع اي نوع رئيس بدي اشتغل تلوع, تلوع من من الرئاسه الماضيه واثنين وهي الاهم كمان او مهمه بقدر هديك انه بده هو صلاحيه استثنائيه تشريعيه تشريعية لرئاسة الحكومة بالموضوع نعم. الإصلاح ولمدة ست شهور أنه هذا شرط عنده كمان لا أقدر أنا حاول يطرح أنا أجيب واصطدمت بكثير من غير ظروف لأنك أنت ما بلشتي فيها بشكل جدي بس إذا عم بلشي بعهد جديد بشكل جدي مثل ما قلنا المواصفات يلي عنده رايحة قص بموضوع بس هل معقول المجلس النيابي يتخلى عن هذه عن عن حقه وحصريته بالتشريع ويعطيها لرئاسه عنده الحكومه؟ عنده عنده هو هذا الشرط، هلا اذا كان في شيء استثنائي وقادر يكون انه مضبوط وانت اجيتي بهذا ما بعرف مم. ما بأ... انا عم اقول هو طالع هذا الشر بس ما بعرف لقدام بس بتوقع يعني اذا كان ضمن تطمينات معينه او هيك إيه هل هلا الباكج ديل صار واضح المعالم عندك جوني رئاسه الجمهوريه في الاكثر حظا رئاسه الحكومه ايضا لديها أه اسم هو الاكثر ترشيحا والاكثر حظا ماذا عن حاكميه مصرف لبنان بفتكر كمان هيدا يلي مفروض ينعمل بالباكيج ديل يلي قبل هيدا بعتقد في اسمين ثلاثه مطروحين مش مش اكثر بس هيدي بتخضع لمسائل تانية بس انتبهي المسائل اللي عم بيجرب يبين انه انا بدي هيدا وانا عندي هونيك كمان بيكون عم بغلط أكتر المرحله المقبله مفروض تكون خاليه من من الازلام السياسيين خصوصا بالمواقع الاساسيه والمهمه وكل ما بينت هذه الطبقه السياسيه مزعوجه من حدا لانه ما بيخصها كل ما تقدم هيدا مش مفروض يكون زلمة حدا رئيس الجمهورية بده يجي ما لازم انه يكون زلمة حدا وحدا يعني ثابت هيدا الشيء اثبت هيدا الشيء انه ما يكون بيكون خلاص. من الاكثر ترجيحا لخلافة جوزيف هون؟ ما بعرف بس بفتكر اللي بيسمح له القانون انه يكون ما قصدك يعني اذا ترك بالظروف العاديه ومجلس الوزراء بده يعين لا إذا, اذا اذا صار في على آه رئيس ما ايه إذا صار القانون العسكري اذا اذا ما صار في ولا اذا صار إذا فيه رئيس صار في رئيس لانه اتفقنا انه اذا ما صار في رئيس رايحين على فراغ آه. وعلى مخاطر امنيه مرتفعه يعني ولكن اذا في صار في رئيس ببرش. ما بعرف. ما في اسماء كمان ما... اسهمها عاليه لا بس ل... بفتكر تخضع لل... لضابط... ال... للضابط اول الضابط الاكثر للأقدم في عندهم المسار تبعهم يعني تقولي من هلا ما بفتكر خليني ارجع للشارع السني هل احداث عين الحلوه بريئه لا مش بريئه بدليل انه كانوا يقربوا هون يتفقوا ويكون يعطوا التزامات كبيره شويه بج السؤال هو شو خلفيات الفعليه الجديه هونيك أه حركة حماس بينت أكثر آخر مرة ولو أنه دافعت عن نفسها أنه هي كانت يعني مش بعيدة كثير عن الإسلاميين ولو أنه ما قاتلت معهم حركة فتح برايي اكلت كف ميداني مم. لانه اللي عنده بقوتها نظريا يلي عندها 60% من المخيم قوتها كان المفروض تحسن ما قدرت تحسمت عم بحكي ميدانية مم. وما ما عم قدرت عملت التقدم لا بالعكس بين في عندها مجموعات اول يومين ما فاتوا ثاني بعدين رجع فات يعني كان في عندها مشاكل ميدانيه على الارض طيب هيدي لتوصل لوين في خطر الاسلاميين يعني ليكونوا بالمخيم هونيك بيفتح القابليه او الشهيه لانه ينضم لإلهم كوادر ارهابيه مش بعاد ماذا عن ماذا عن السوريين بالمخيم كمان ودورهم إيه بس مش مد... ما... يعني مش لازم نضخمها كثير لهلا ما في شيء كثير يعني ما في شيء مقلق بس لكن قابل انه يصير اي صحيح بس النقطه الاهم والاخطر يلي اجت المخيم ورجعوا نشيلوا دغري بس اجوا حضروا فجاه ما بلش تسمع يلي بلشت تسمعيه على مستوى بواشنطن يلي بيقولوا بيحكوا البعض انه بعض الاراء بس النافذه اراء صحفيه بس نافذه انه طب نحن ليش بدنا ندفع من اموال دافع الضرائب الامريكي بيستعملوا هيدي لي عم يدفعوا هني يعني لانه هودي دفعنا لهم مصاري وليك كيف دغري راحوا هدموا او ضربوا عطلوا المدرسه اللي عمرناها من مصرياتنا واستعملوا المال اللي عم نعطيهم من شان التقاتل والتناقل لازم نوقف هيدي المال هيدي بتلفت لك بتقوي لك مخاوفك اولا شو عم تقصد تقول يعني تقطع المال يعني شو يعني عم تقول لي وطنهم اثنين انت عم تختار لحظه سياسيه كتير دقيقه لانه هلا عم ينحكى عن موضوع استكمال تط... اه اتفاقات ابراهيم او تطبيع مم. الاسرائيلي مع السعوديه وبالتالي اه انهاء على الورق والقلم على القليله، الموضوع الفلسطيني، طيب شو عم تقول لي بهيدي اللحظه هيدي، فاذا هل هذه الـ 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 الاشتباكات اللي عم بتصير او هذا التهجير يلي هدفه تدمير المخيم لنا برا للناس انه هيدي النتيجه تبعه انت واعي انك عم بتوصل لهذا المحل ويلي بيخليني يعني دمج مثل ما كان قبل يعني اسقاط بند عوده الفلسطينيين الى إيه الى أردن. في عدة مخيمات عموما يعني على الأراضي اللبنانية ولكن أنا أريد أن يعني داخليا وليس خارجيا اليوم إذا بتطلع أنه من ميلة عين الحلوة الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من شهر وشو ما بدا لي ليتم الأغتيال وبالتالي تندلع الشرارة ومن ناحية تانية كمان فجاه نرى مئات من السوريين يعني الالاف مئات الالاف عم عم بيتخطوا الحدود اليوم ويجوا على الداخل اللبناني هل كل ذلك صدفه ام هل في تجييش وتهيئ لاثاره دخول الملف الامني او بعض الاعمال المخله بالامن دخول للوصول هودي السوريين الى مرحله دخول هودي السوريين للبنان ايه بتطرح علامات استفهام كثيره خصوصا انه عن عنصر الشباب فيهم اللي عم بفل هلا بيكفي وهذا بنرجع اول حديثنا يلي قلناه انه المخاطر والهامش عنا ضيق كتير الانذار يلي الانذار يلي قالته قبرص للمره الاولى قبرص بي... بتقول امبارح هذا السد اللبناني رح ينهار واذا انهار اخذنا الطوفان كله بقبرص وايضا أوروبا. لاوروبا بالتالي هيدي الدلالة على خطورة يلي عم يحصل عم بيصير بالصدفة لا مش بالصدفة ورغم انه هذا قديش خطوره هالملف بنلاقي بعض المزايدين جوا انه انت عملت ولا ما عملت ليحطوا باطار التنايات وش الداخل اللي مش قادر تعمل شيء انت بدك 40 الف عنصر ليسكر المعابر ليسكر لا يسكر الحدود كلها والا ما فيك تعملها 40 الف عنصر على الحدود طيب هيدا عم يجي لهون هيك ببراءة اكيد شو في جزء ببراءة بس لما عم يجي شباب هالقد لا جزء مش بريء وهون برجع بقول برايي هيدي من الامور يلي اكيد حزب الله بالتفاهم او بالتفاوض مع الامريكيين بده يبحث فيها موضوع يعني عم يجمع وراء قوه ليقدر يكون قوي بالتفاوض مش على الطاوله؟ بالعكس بالعكس ضد مصلحته ضد مصلحته دخول السوريين؟ اكيد لماذا؟ ليش ما بيوقفهم؟ ليش ما بيوقفهم اليوم؟ مش قادر هو مش هو قادر هو محرج كل كل السلطه السياسيه ضد النزوح السوري، كل الاحزاب ضد النزوح وما حدا قادر يوقفهم؟ وجود السوري في لبنان هو ضد مصلحة حزب الله مش لمصلحته بس بالوقت ذاته هذا يشكل أحد الملفات الخلافية الصامتة بينه وبين النظام بسوريا النظام بسوريا كمان عم يعمل مصلحته وبيتركهم بغض النظر عن كل كلام أصلا الرئيس الأسد قالوا بآخر مقابلة تبعه أنه أنا ما بقدر مش رح ردون غلا جيبولنا المصريات المساعدات والمصريات اللي عنهم الجنسية. عم تحكي عن مليارات عم تحكي ممكن يوصل <applause> بس هيدي هذا يعني ذهب ذهب الى الى قديش عنده مصلحه حزب الله هي بتناقض مصلحته لحزب الله بس ما قادر يعمل مش هيك كنت عم اقول لك انا خلاف صامت وايضا بالموضوع الفلسطيني كمان عنده اعتراض صامت كمان ما بيقدر يختلف مع الفلسطينيين وبرايي مش هيك قد يريد ضمانات من ضمن الضمانات لانه هودي بشكله لعنده علامات استفهام امنيه لحزب الله لقدام مش يعني هيك عم لك الباكيج جديد يلي بده ينعمل رح يكون واسع وكبير وبرايي هيدي اولويات بتوقع هذا الشيء انا مم. انه يكونوا اولويات عند حزب الله لما بيطرح هذا الشيء على المستوى طيب. الكبير، هل هنالك مشاريع كبرى في هذه الاطار الفلسطيني السوري في لبنان لانه هذا برجع بقول لك يعاكس مصلحته طيب اليوم المسيرات اليمنيه الى المرافق السعوديه غيرت من مسار الحرب المسيرات الاوكرانيه الى الداخل الروسي ايضا غيرت مسار الحرب ومسار التفاوض هل اليوم المسيرات التي يهدد بها حزب الله والكشف عن مطار جبور بالجنوب ستغير أيضا من معادلة التفاوض وكيف تقرأ اليوم إنشاء مطار بهذا الحجم بأشهر قليلة لأن المتابعة بتقول أنه بلشوا من نيسان وحتى اليوم بأشهر قليلة لمطار بهالكبر على مقربة من الحدود الإسرائيلية هذا أه بيرجع بردني على اللي كنت عم لك بموضوع التفاهمات اللي بدها تصير لأنه هذه ما بتصير هذه مسائل أكبر من معالجة داخلية في حال كانت هذه بتصير على مستوى تفاهمات سياسية كبرى يعني أنت عندك الترسيم البحري اللي صار نسمع عند الكل أنه ما بصير ضربة رصاص وأكيد عم تحكي عن شركات الدول بحجم الدول ويلي الدول جايبتها وبالتالي ما في ضربة رصاص تروح لقدام لما بتروحي هلأ على ترتيب الحدود البرية هي شو يعني؟ ترتيب الحدود البرية يعني بتروحي باتجاه هدن وقف اطلاق نار ثابت وطويل مم. ما فيك ولكن ليش ما بيبطل، بيبطل ربما من ضمن ربما من ضمن بعض انا ما بعرف فيها بس عم اقول الحل بهذا المجال ما بيصير بادوات ضيقه صغيره انما بيصير بتفاهمات كبيره لذلك التفاهم ما بين الامريكيين وحزب الله اساسي مدخل اساسي وبيكون من ضمنه او الواجهه تبعه انتخاب رئيس جمهوريه على برنامج واسع وعريض بيعتقدوا البعض انه بس الموضوع بالديل يلي ممكن انه يواكب انتخاب رئيس جديد الا عليه بس بالتعيينات بالصحيح قلنا من شوي جمله مخاطر كبرى سوريين والمخيمات تبعهم يلي حامين على فكره المنظمات الدوليه الفلسطينيين واللي عم بيصير وموضوع استكمال التطبيع الموضوع الاسرائيلي ما كمان بيطلع على باله الاسرائيلي انه يفتح مشاكل لقدام او انه يحركش لما بده او انه يستعمل حتى بالموضوع الايراني كمان على اسرائيل لكن الوحيد يلي ممكن جيد يجمدها هي التفاهمات حول تثبيت هذه الحدود على يعني اسس ثابته ومضمونه لقدام اضافه لمسائل اخرى موضوعه بالمجال الامني وما الى هنالك لا امكانيه لاستحداث لا حرب جديده لا. بل على الحدود الجنوبيه لا ما في حرب ما ايران بحرب. يعني بدي امبارح ايران رفعت السقف وقالت انه صار عندها وسائل متطوره لضرب اسرائيل ليكي لما بتشوفي انت الاكراد على كعب التفاهم الشفهي يلي انعمل بين الايرانيين والاداره جو بايدن بتشوفي على كعبه الاكراد الايرانيين يلي اتهمتهم ايران انه هن اللي حركوا الاضطرابات اللي صارت بدءا من سنه تقريبا بعد مقتل مهسا اميني مزبوط وبالتالي هودي اللي هن وجعوها بتشوفي في قرار انه يرجعوا لبرا فجاه ومحرج العراق كما اكراد كردستان السلطه هونيك انا كيف عم تعطوني قرار صعب والايراني هلا عامل تعزيزات انه اذا انتم رجعتون فات اضربون يعني في تامين آآ آآ غطله بتشوفي الامور بتقولي فاذا المسائل راحت باتجاه واضح باكيت جديد كبير بالمنطقه ويدخل من ضمنه الموضوع اللبناني صحيح شكرا لك الكاتب السياسي جاني منير على هذه القراءه الشامله للوضع اللبناني شكرا, شكرا لوجودك معنا مشاهدينا لهم تنتهي حلقه بيروت اليوم شكرا ايضا لمتابعتكم والى اللقاء